معنا. لو لاحظت الفارق الكبير بين المباريات، هذا يرجعنا على النقطة الأولى يوم قلنا ثلاث مباريات إيطاليا والبيرو وألمانيا خلال 10 أيام، هذه تعطينا إجابة وافية بأنه يعني السبب مقنع أنه يلعب بالاحتياط أمام البيرو. أوكي. باقي المنتخبات لا، يعطي أقل شيء 12 يوم. أنا شفت مباراة الأوروغواي اللي قلتها قبل شوي بينها 12 يوم، يعني بين كل مباراة ومباراة. دائما يقال بأنه ما أدري، أنا دائما ملاحظها، ما أتذكر اللي يمكن 2006 غيره، ما أتذكر أنه منتخبنا، وذكرون أنتم من المشاركين، أنه كانت استعدادات قبل أي بطولة كانت إيجابية. ما أتذكر ما أتذكر أبدا، لا بآسيا لا كأس العالم، إلا يمكن 2006 هي اللي كانت النتائج، يعني فزنا في مباراتين الظاهر. فما نبني على الاستعدادات بقدر ما نبني أنه المدرب عرف الفريق، عرف المنتخب فعليا. 3 شهور البيتزي تراها تعتبر يعني مرحلة غير كافية إذا نتكلم في عالم كرة القدم. حتى في الأندية دائما نقول أن المدربين اللي يجون بداية الموسم بفترة 2-3 شهور يحتاج وقت طويل عشان يتعرف. فهذا الكلام ينطبق على مدرب المنتخب، لكن دعوات تسبقهم إن شاء الله بالتوفيق. لا، وأزيد على كلامك، لأنه شاهدت الاستعدادات